أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الثلاثاء 4 يناير من عام 2022، وكل عام وأنتم طيبون. الحقيقة النهاردة العنوان الحلقة بتاعتنا هي بداية النهاية، لأنه فعلا الأوميكرون متحور أوميكرون بيحرق نفسه. بإذن الله عام 2022 ده هيكون نهاية الوباء، وهنشوف ليه بيزد على أدلة علمية. أنا هتكلم النهاردة في 7 نقاط صغيرة وسريعة. النقطة الأولى إن الوباء ده بدأ، أو متحور الأوميكرون بدأ في ساوث أفريكا، في جنوب أفريقيا، في يوم 24 نوفمبر لعام 2021. واختيرت كلمة أوميكرون، هو الحرف الخامس عشر من الأبجدية اليونانية. ما بنسميش دلوقتي المتحور باسم البلد عشان ما تبقاش إهانة للبلد، لأن هي لا ذنب لها في ذلك. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، ليه أنا فكرت أعمل حلقة النهاردة؟ الحقيقة إن أنا لقيت الأخبار إن الولايات المتحدة الأمريكية اللي أنا متواجد فيها الآن، الحالات بالأمس في سابقة لم تحدث في العالم، في الولايات المتحدة هنا، تخطت 1,000,000 حالة. وده إيه؟ ده المسجل، يعني اللي قدرنا نسجله بواسطة المسحة الأنفية البي سي آر. لأن طبعا أنا حتى ما بروح أتفرج على الطوابير عشان أعمل مسحة أنفية، الطوابير بتقعد لساعات والحجز بيقعد لأيام، بقت حاجة رهيبة. اللي تم تسجيلهم رسميا أكثر من 1,000,000. إنما في نقطة مهمة جدا أحب أقولها، تعال بقى شوف الوفيات. الوفيات كانت بالأمس 1,300، يعني لو حسبناها نسبة الوفيات إلى الحالات المسجلة، مش بقى زي زمان 1%، بقت 1.3%. يعني انخفاض ضخم جدا في عدد الوفيات. ودي الحاجة الرائعة، ان بينما الاوميكرون شديد الانتشار جدا، بحيث ان في الولايات المتحده بالامس في اكثر من 1,000,000 حالة المسجل، لكن اللي تم، يعني لا قدر الله، اللي توفاهم الله كانوا 1,300. انا احب اعقب على النقطه دي. طبعا الحالات المسجله مش كل واحد بيروح يعمل مسحه انفيه، قلت مع صعوبه المسحه الانفيه، والناس من الاول ما عندهاش اعراض تذكر، فما بتروحش لدرجه ان بيقولوا ان يمكن ان احنا الرقم ده نضربه في 6. يعني حقيقه الامر ممكن يبقى عدد المصابين بالامس في الولايات المتحده ممكن يبقى حوالي 6,000,000، بينما الوفيات بتتسجل. ما فيش وفيات ما بتتسجلش. الوفيات 1,300 حاله، يعني رسميا نسبه الوفاه من الاوميكرون حوالي 1 في 1,000. في الحقيقة ربما تكون 1 في 6,000، في 5,000، يعني حاجة قليلة جدا جدا. نفس الكلام بقوله بالنسبة لكندا، متابع الأرقام. آخر رقم كان عندي بتاع يوم 1 يناير، لنؤكد على هذه الحقيقة، كان عدد المصابين المسجلين في كندا 31,000. طيب توفي إلى رحمة الله منهم كام؟ 27، يعني أقل من 1 في 1,000. ومرة أخرى قلت إن بسبب ان ناس كتيره من المصابين ما بيروحوش يعملوا مسحه انفيه للتاكد، يعني مش مسجلين رسميا، وصعوبه المسحات دلوقتي لعدم توفرها ولطول الطوابير، فالنسبه مش بس 1 في 1,000، ربما برضو لو ضربنا الارقام في 6 تبقى 1 في كل 5,000، في كل 6,000. ودي حاجه مطمئنه جدا. الوباء، الفيروس، وباء كوفيد 19 يحرق نفسه. ودي زي ما بقول، ربنا سبحان الله عمل لكل داء دواء. ربنا جاب لنا الحل بهذا الميكرون زي ما هنشوف دلوقتي حالا. النقطة الثالثة، هاجي بالنسبة لسرعة الانتشار وشدة الإصابة. سرعة الانتشار، هذا الفيروس من حيث سرعة الانتشار غير مسبوق في التاريخ البشري. ربما 70 مرة سرعة انتشار الفيروس الأصلي والدلتا. ده من حيث سرعة الانتشار، لدرجة بيقول لك إن كثير حتى من الناس اللي واخدين التطعيم خدوا العدوى دون أن يدروا وبدون أي أعراض. يعني لو عملنا المسح هنلاقيه موجب وهو مش دريان بأي حاجة،
عدد الحالات الاسيمتوماتيك اللي هي مش بتشتكي من حاجه زادت بطريقه رهيبه جدا، سرعه الانتشار رهيب. لكن بالنسبه لشده الاصابه بالارقام بنحسب، بدل ما كنا بنتكلم في 1 ل 3% وفيات، احنا النهارده بنتكلم بالارقام المسجله 1 في الـ1000 من المصابين بيحصل لهم وفاه. ولو ضربت الارقام زي ما بيطلبوا مننا المسجله في 6، يبقى نسبه الوفاه ربما تبقى 1 في كل 6000، يعني حاجه لا تذكر، حاجه بسيطه جدا، ودي حاجه المطمئنه. ليه؟ عملوا في هونج كونج بحث، لقوا ان الفيروس الاوميكرون بيتكاثر اكثر بكثير في الشعب، في الجزء العلوي من الرئه، في الشعب الهوائيه مش في انسجه الرئه، ففرصه الاصابه بالتهاب رئوي اللي هي ممكن تودي بحياه الانسان قليله جدا. عشان كده شده الاصابه قليله، ده الدور بيماثل دور برد زي ما هنشوف. وانا تعالى اقارنها لك حتى بالانفلونزا، معلومات عن الانفلونزا. احنا عندنا في اخر 100 سنه حصل 5 أوبئة مشهوره للانفلونزا، اشهرهم كان الانفلونزا الاسبانيه. الانفلونزا الاسبانيه دي حصلت ما بين سنه 1918 لسنه 1920، اللي هو في اثناء الحرب العالميه الاولى، ودي كان اخطر وباء في الخمس اوبئه اللي هقولها. بعد كده جه وباء الانفلونزا الاسيويه في سنه 57، بعد كده الانفلونزا بتاعت هونج كونج في سنه 68، بعد كده الانفلونزا الرابعه الروسيه في سنه 77، واخر وباء انفلونزا اللي هو الانفلونزا الطيور السواين فلو اللي هو حصل في سنه 2009. تعال اديك معلومات عن الانفلونزا عشان تعرف ان النهارده الاوميكرون اصبح كدور انفلونزا او دور برد. في الانفلونزا بيصاب في العالم في المتوسط 1 مليون شخص في السنه. طيب اللي بتبقى حالاتهم حالات خطيره 3 ل 5 مليون. طب اللي بيتوفاهم الله من 350 الف الى 600 الف. يبقى من بليون بيتوفي عشان ما نعقدهاش 350 الى 600 الف، يبقى خليهم 0.5 مليون. يبقى نسبه الوفاه 0.5 في الـ1000. في الانفلونزا، طب احنا بنقول في الاوميكرون بالاعداد دلوقتي اللي بنقراها مع بعض نسبه الوفاه بالاعداد المسجله 1 في الـ1000، يعني مرتين قد الانفلونزا. والحقيقه مش كده، لانه لم يتم تسجيل كل حالات الاصابه بسبب اللي قلته لكم، انه ما فيش عندنا مواد كيميائيه نعمل وامكانيات معمليه تغطي هذا العدد، نعمل البي سي ار، فبنقول مسجلين الاعداد بتاعتهم، وفي ناس كثيره ما بتعملش. فحقيقه الامر ان الفيروس بتاع الاوميكرون اصبح بيماثل الانفلونزا. اجي للنقطه اللي بعد كده وهي النقطه الرابعه، الاعراض. الاعراض تلاقيها اعراض في 5 اعراض مشهوره، اللي هو رانينج نوز، سيلان انف، عطس نمره 2، كحه نمره 3، احساس بالتعب، فتيج، وشويه صداع. فقدان الشم، حاسه الشم وحاسه التذوق مش موجود في الاوميكرون، مش زي الفيروس الاصلي. النهجان والالتهاب الرئوي قليل جدا مع الاوميكرون، وعشان كده قلنا هو من حيث سرعه الانتشار رهيب، لكن من حيث شده الاصابه بسيط جدا. ودي يمكن من العنايه الالهيه والطريقه زي ما هنتكلم فيها اللي هينهي بها الله سبحانه وتعالى هذا الوباء. نيجي النقطه الخامسه بعد كده، اللقاحات. هل اللقاحات فاعله؟ تعال نتفرج. اللي واخد 2 دوزز من لقاحات، نقدر نقول اللي عملوا الابحاث على الفايزر والموديرنا، ده بيقيه من الاصابه الشديده بنسبه 35% من الاصابه الشديده ودخول مستشفيات والوفاه. طب لو واخد بوستر دوز اللي هي الجرعه الثالثه بيقيه بنسبه 75%، وده يبين لك اهميه ان احنا ناخد اللقاحات. ده انا بقول انت ممكن لما تاخد لقاح تاخد العدوى وتبقى موجب بس ما عندكش سيمتوم، لكن مش مهم ان انا اخد العدوى، المهم ان الاصابه ما تتفاقمش وان الانسان لا يتوفاه الله من جراء هذه الاصابه. جرعتين من فايزر وموديرنا اللي عمل عليهم دراسه بتقلل الاحتمال ده 35%، بوستر دوز تقلله 75%. وعشان كده بيفكروا في ان هم يدوا جرعه رابعه هتبقى بعد 4 شهور من الجرعه الثالثه. وفي الحاله دي على فكره لو استمر الوضع بالشكل ده هيبقى الجرعه الثالثه
ربما تبقى بعد 3 شهور بس من الجرعة التانية، لو قرروا إن كل شخص للحماية ياخد 4 جرعات. ده بالنسبة للقاحات. النقطة السادسة ودي الأهم في موضوعنا النهاردة، مستقبل الوباء. أنا قلت بداية النهاية، الوباء فيروس أوميكرون يحرق نفسه. دلوقتي بالنسبة للمستقبل، إحنا كنا توقعنا في أول حلقة عملتها على الأوميكرون إنه نصل إلى البيك بعد شهرين. النهاردة العالم هيصل إلى البيك بعد، أو كل دولة لما تدخلها هتصل بيك بعد 4 أسابيع حتى أو 6 أسابيع على الأكثر، ما فيش شهرين دي. في الولايات المتحدة النهاردة بعد شهر تقريبا 95% من الإصابات من متحور أوميكرون، ونفس الرقم تقريبا في كندا، ورقم مماثل جدا في أوروبا الغربية. سرعة انتشار رهيبة لهذا الوباء. لكن زي ما قلت، الإصابات الشديدة واحتمال وفاة قليل جدا، نزل من 1.3% إلى أقل من 1 في الـ1000 أو 1 في الـ1000 طبقا للأرقام الرسمية. ولما تقارنوا قلنا بالإنفلونزا، الإنفلونزا نص في الألف، يعني ده 1 في الـ1000، نص في الألف، مرتين قد الإنفلونزا. وفي يقيني إنه أقل كمان من الإنفلونزا. وقلت لك ليه؟ لأنه تم تسجيل معظم حالات الوفيات بما بنقدرش ما نسجلهاش، اللي توفى يتسجل، لكن مش كل الإصابات تم تسجيلها لصعوبة عمل المسحة الأنفية، ولأن ناس كتيرة ما بتحبش تعمل المسحة، خلاص أعراض خفيفة فبيتغاضى عن الحكاية دي. فده بالنسبة نقطة البيك. طب تعالى بقى نشوف المستقبل. طب ليه ابتدى يحصل إغلاق عالمي بالطريقة الرهيبة دي لما هو مش شديد الإصابة بالطريقة دي؟ هقول لك ليه. لأنه في حاجة شورت تيرم، يعني على المدى القصير، وحاجة لونج تيرم. نبتدي بالشورت تيرم. شورت تيرم العالم الآن بيواجه، يعني مش عاوز أقول، وضع صعب جدا. لأن إيه الفرق بين الأوميكرون بتاع الكوفيد وبين الإنفلونزا؟ إن الإنفلونزا بيصاب بيها بليون في السنة، إنما إحنا الإصابات بالإوميكرون ما بتحصلش في سنة، هتحصل في فترة وجيزة جدا. وبالتالي لأن العدد ضخم جدا 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 اللي هيحصل من الناس اللي بيتلقوا الإصابة، فطبعا برغم ان نسبة ان الاصابة تبقى شديدة او يحدث وفاة قليلة جدا جدا، لكن مع الاعداد الرهيبة دي النسبة القليلة هتتمثل اعداد كبيرة، فهتعمل ضغط شديد على الانظمة الصحية. الهيلث سيستمز في معظم البلدان هيبقى اوفر ويلد، يعني ما يقدرش يتقبل هذا العدد الرهيب، ان في شهر واحد متحور يبقى بالانتشار الرهيب ده. فعشان كده هم بياخدوا إجراءات إغلاق عشان خاطر الأنظمة الصحية ما تنهارش. ده على الشورت تيرم، يعني شهر أو شهرين. لكن أنا بقول في تقديري وفي تقدير يعني كثيرين من الناس، إنه بعد 6 شهور بإذن الله كده في على يوليا هينتهي هذا الوباء ده اللي على اللونج تيرم. هتقولي إزاي بهذا الانتشار الرهيب؟ اللي واخد تطعيم واللي رافض ياخد التطعيم، ربنا سبحان الله هيديله مناعة غصب عنه. كلنا هنصاب بهذا الفيروس تقريبا أو عدد كبير. من المتوقع برضه أقول لكم إن في 3 أشهر اللي جاية، وأنا بقول التوقع ده أقل من اللي هيحدث، متوقع إصابة 3 بليون من البشر، بالبي بليون، بليون مش مليون، أنا متصور له أكتر من ذلك. تخيل كل الناس هتاخد تقريبا أوميكرون حتى بدون إحساس بأي سيمتومز مع بعض، فكلها هتتلقى المناعة، فهنصل إلى مناعة القطيع وينحصر هذا الوباء الكارثي اللي ألم بالبشرية، ويتحول من وباء إلى حاجة إنديميك، حاجة مستوطنة زي الإنفلونزا كده، من حيث انتشارها ومن حيث إن الإصابة قليلة. المشكلة ان هذا الكلام هيحدث في وقت قصير جدا، فاحنا عارفين ان بسبب الاعداد الكبيره جدا دي، برغم ان نسبه اللي عندهم شده اصابه تبقى قليله، لازم نقفل شويه
في العالم، وده اللي بنشوف الإجراءات الاحترازية عشان خاطر لا تنهار الأنظمة الصحية. لكن على اللونج ران بعد 6 شهور بإذن الله، حسب رؤية الكثيرين من علماء الفيروسات، هينتهي هذا الوباء. وأنا بقول إن الأوميكرون ده هدية إلهية، إنه ناس كتيرة رافضة التطعيم وناس متخوفة من التطعيم، وبعدين حتى إجراءات التطعيم ماشية ببطء. لأ، ربنا هيدينا كلنا مناعة طبيعية وفي زمن قصير لينهي هذا الوباء. فبقول فيروس المتحور الأوميكرون يحرق نفسه، هذه هي بداية النهاية بإذن الله. بإذن الله على منتصف عام 22 يزول هذا الكابوس من على صدر البشرية. طيب نيجي النقطة 7 الأخيرة. طب دلوقتي احنا عندنا مشكلة رهيبة، ان ناس كتيرة جدا هتتعدي في وقت واحد. عشان ما يحصلش انهيار في الاقتصاد العالمي، ابتدى السي دي سي اللي هو سنتر اوف ديزيز كنترول اند بريفنشن في الولايات المتحدة يخفض جدا من مدة العزل، لان طول ما انت معزول انت ما انتش عضو مشارك في الاقتصاد العالمي، فعاوزين ما تنعزلش الا لفترة قصيرة عشان الشغل يستمر والاقتصاد يمشي. وهم حطوها على اسس علمية. في حالة متحور الاوميكرون لقينا ان الشخص بيبقى اكثر عدوى الاخرين، افتكروها، لمدة 2 قبل ظهور الاعراض وثلاث ايام بعد ظهور الاعراض. يعني 5 ايام بس، 2 قبل الاعراض وثلاث ايام بعد ظهور الاعراض. طيب وعليه فكرة بقى ان احنا نعمل عزل للناس 14 يوم دي انتهت. وهقول لك القواعد اللي مأخوذ بيها في امريكا واللي اعتقد انها يؤخذ بيها في معظم دول العالم. القاعدة الاولى، ان لو حضرتك تلقيت الاصابة، بازاي عرفنا انك انت موجب؟ لما عملنا لك المسحة الانفية فانت موجب، بس ما عندكش اعراض، وقلنا عدد كبير جدا ده حتى من الناس اللي هم واخدين اللقاحات ثبت ان هو موجب وما عندوش اعراض، او حضرتك جالك اعراض، عندك اعراض والاعراض دي بقالها يوم مختفية، القاعدة يبقى انت موجب وما فيش اعراض، او الاعراض اختفت من يوم. فقاعدة 5 و5، هنعزلك 5 ايام بس، هتمتنع عن الشغل 5 ايام بس، والخمس ايام اللي بعديهم هتروح الشغل وتمارس الانشطة بتاعتك بس لابس ماسك. دي بالنسبة للناس اللي خدوا العدوى. طب نيجي بالنسبة للناس المخالطين. بالنسبة للمخالطين، الى المخالطين يوجد قاعدتان. القاعدة الاولى، لو المخالط ده غير ملقح، يعني مش واخد لقاح، ما خدش فاكسين، او انتهى فعالية الفاكسين اللي خده، يعني مضى على تاني جرعة اكتر من 6 شهور فاصبح الفاكسين ملوش فعالية، وبعد جونسون جونسون اللي هو بيتاخد جرعة واحدة مضى عليك اكتر من 2 شهر، يعني مخالط، يا اما مش واخد الفاكسين او في حكم اللي مش واخد لان انت واخد من زمن طويل، مضى على تاني جرعة 6 شهور، او في حالة جونسون جونسون اللي هو جرعة واحدة مضى عليك اكتر من 2 شهر، تعمل ايه؟ نطبق نفس القاعدة 5 و5، يبقى 5 ايام تنعزل، او والخمس ايام اللي بعديهم تلبس ماسك. طب ولو في حاجه للعمل، سواء في اللي قلت المجموعه الاولانيه اللي هي خدت العدوى او المخالطه دي، نعمل ايه؟ 10 ايام لابس ماسك، 10 ايام تبقى لابس ماسك. اما اذا كنت واخد التطعيم وخاصه البوستر دوز اللي هي الجرعه الثالثه، فانت عادي خالص، انت تلبس ماسك وتزاول الأنشطة عادي خالص. انت خالطت شخص، يبقى تلبس ماسك وتقعد 10 ايام لابس هذا الماسك. ودي كانت هي الطريقة الوحيدة عشان خاطر ما يحصلش انهيار في النظام العالمي. ألخصها مرة اخرى، حضرتك موجب بدون اعراض، او عندك اعراض انتهت بقالها يوم، 5 ايام عزل، 5 ايام لابس ماسك، او لو حاجة العمل تستدعي 10 ايام لابس ماسك. طب حضرتك مخالط بس ما خدش العدوى، مخالط ما خدتش لقاح، او لقاح غير فعل انه بقاله اكتر من 6 شهور، او في حالة جونسون بقاله 2 شهر، نفس القاعدة، 5 ايام تلبس، 5 ايام تنعزل، و5 ايام تبقى لابس الماسك في هذه الحكاية دي. اما لو حضرتك
واخد البوستر دوز، يعني واخد مناعة كويسة، فكفاية جدا انك انت تلبس ماسك لمدة 10 ايام. بنحمد الله ان لكل داء دواء، وبنحمد الله ان ربنا جاب لنا الاوميكرون، ان سرعة الانتشار الغير مسبوقة في تاريخ الفيروسات كانت هي الطريقة الالهية عشان يدي البشرية كلها وفي آن واحد مناعة القطيع لينتهي هذا الوباء. شيء رائع. وفي نفس الوقت وبنحمد الله ان ما خدناها باقل كلفه، ان من حيث شده الاصابه زي ما اثبتنا بالارقام نسبه الوفاه ما هياش 1 ل 3% زي زمان، انما النسبه 1 في الالف، بل تقل عن 1 في الالف، ان احنا مش قادرين نسجل كل حاله الاصابه الى 1 في كل 5000 او 6000. أشكركم لحسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، أستودعكم الله وأشكركم شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم طيبين.